السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل المشتركين في القناة، وبرحب بالمشتركين الجداد، وأهلا وسهلا بالأمارات وأحلى بنات اللي أول مرة يشوفوا القناة ويشتركوا فيها بإذن الله تعالى. قناة بكل سهولة وبساطة. وبمبدأ ما تنسوش اللايك للفيديو إن شاء الله. نبدأ مع بعض وصفتنا النهاردة، هي بلح الشام. نعمله بكل سهولة وبساطة ومش محتاج أي تركات ولا حاجة. هو كل الحكاية إن هنبدأ مع بعض دلوقتي وهنشوفه خطوة خطوة. معانا دي كوبايتين دقيق، ومعانا بيضتين، ومعانا كوبايتين ميه. يعني كوبايتين الدقيق هياخدوا كوبايتين ميه، انا محضراهم مسخناهم وحطاهم في الحله هنا، هي اللي هعمل فيها البوتاجاز. ومعانا ربع كوبايه زيت، ربع يعني المعيار بكوبايه شوب عادي، بس انا حطاها هنا يعني دي ربع كوبايه زيت. ومعانا طبعا فانيليا وبيضتين، الكوبايتين هياخدوا بيضتين. دي المقادير دي مظبوطه، هتطلع لك بلح الشام تمام ومقرمش وكل حاجه، يبقى مظبوط جدا. ودلوقتي حطينا الميه على النار، هي طبعا سخنه فهتغلي بسرعه. وكمان انا نسيت اقول لكم ان نحط رشه ملح اهي معاها، وكمان هنحط كمان معلقه سكر، معلقه الاكل دي اللي احنا بناكل بيها نحطها سكر بقى فين؟ في على الميه برضو، عشان حاطين طبعا الميه والملح والسكر، وهنحط عليهم ربع كوبايه الزيت. انا هخليهم ياخدوا غلوه مع بعض. هحط دلوقتي كوبايتين الدقيق، انتوا شايفين الميه هي بتغلي قدامكم مع الزيت مع السكر مع الملح، كلهم بيغلوا مع بعض اهو. احط اضيف الدقيق دلوقتي كوبايتين دقيق واقلب فيها، هي لسه النار شغاله عليها ما طفتش النار اهو، شايفين كده القوام. انا هفضل اقلب فيها لغايه ما تديني كده قوام شبه البطاطس المهروسه كده، يبقى هي كده مظبوطه معايا. طبعا انا طفيت عليها النار، وبعد ما وصل قوامها زي ما انتم شايفين كده شبه البطاطس المهروسه زي ما انتم شايفين بالظبط كده اهي. وانا كده دلوقتي بقلب فيها عشان اهويها واحط البيض فيها. دي العجينه بتاعت بلح الشام اللي احنا عملناها مع بعض اهي، انا سبتها هديت شويه عشان ابتدي احط البيض فيها واعرف انها منين، ان دلوقتي احط البيض فيها. لما امسك العجينه بايديا اهي، هي دافيه في ايديا وايدي مستحملاها، ما تبقاش لاسعه ايديا وايدي ما تستحملهاش، لا كده كده مظبوطه قوي. واضيف لي عليها البيض، بيضه بيضه، بسم الله، بيضه بيضه، واحط الفانيليا بتاعت البيضه عليها، وافضل اقلب فيها زي ما انتم شايفين كده عشان خاطر ان العجينه تتشرب بالبيضه، البيضه تختفي من قدامي. احط البيضه الثانيه وعليها الفانيليا بتاعتها برده، ما تنسوش الفانيليا، الفانيليا دي حاجه مهمه جدا لو عايزه حلوياتك تبقى كويسه جدا، حطي فانيليا عشان خاطر البيض، ولو عايزاها تبقى زي بتاعت الحلواني بالظبط مع الشربات بتاعها نحط فانيليا برضو، كده تبقى زي الحلويات الجاهزه بالظبط وجميله جدا ومن صنع ايديكي طبعا. انا هفضل اقلب كده بقى بايديا بمضرب سلك باي حاجه، بحيث ان العجينه تتشرب البيضه تماما، مش عايزه البيض ده يختفي منها خالص خالص، فانا هعجنها بقى بايديا بصراحه. يعني زي ما احنا شايفين ادي القوام اهي، العجينه شربت البيضه تماما. دلوقتي بقى انا هشكلها واحطها في الزيت، الزيت اللي يكون بارد. الزيت هيكون بارد تماما، دي التكه بتاعت البلح الشام عشان ينجح لازم الزيت يكون بارد، وانا هصبعه كله بالقمع ده. لو انت عندك اهو، انت لو عندك قرطاس الحلواني اشتغلي بيه، بالحاجه اللي انت موجوده عندك اشتغلي بيها، انا ده اللي موجود عندي وده اللي بستريح معاه وبعمل بيه بلح الشام دايما. فدلوقتي الزيت بارد، انا هاخد هبل ايديا زيت من ده لان هو ده بارد كده كده عشان العجينه ما تلزقش فيا في ايدي، ده بارد مفيش قلق، باخد على ايديا شايفين. وطبعا انت براحتك اعملي المقاس اللي يعجبك اهو، بحطه في العجين في الزيت، اسفه
زي ما انت شايفه، عايزه صوابع اطول من كده اعملي على حسب رغبتك انت طبعا، بس انا شايفه ان ده مقاسه مش بطال. وده بينفش طبعا مع البيض، بيخليه ينفش. انا كده صبعت بلح الشام كله، شكلته بالشكل ده وحطيته دلوقتي على نار عالية، هي مش وسط، هي النار بتاعته وسط، واسيبه لغاية ما يحمر مع بعض. وطبعا انا مجهزة الشربات بتاعه، الشربات هو شربات تقيل عبارة عن 2 كوباية سكر وكوباية مية ومعاهم عصرة ليمونة، وقلت لكم لو حابين ان هو يبقى زي بتاع المحلات هنحط باكو فانيليا عليهم. باكو الفانيليا ده بتحطي امتى؟ بتحطي بعد ما تدفي على الشربات، تحطي تفضي باكو الفانيليا عليه وتقلبيه كويس، وبعدين تغطيه. الشربات بتاع بلح الشام، هنطلع بلح الشام سخن هنحطه في الشربات بارد عشان يدي نتيجة كويسة، البلح الشام يبقى مقرمش ويباكلي تاني يوم مقرمش برضو ما يتراش. ده السبب ان ايه الشربات بتاعه بارد وتقيل جدا، وطبعا زي ما شفنا احنا شكلناه في زيت بارد جدا وحطيناه على النار دلوقتي عشان عارف لو انت هتحطيه في زيت سخن جيتي تعملي الدور التاني، يعني دي كمية وجيتي تعملي الكمية التانية، استني لما يهدى تماما واعملي الكمية التانية عشان تضمني نجاح الحاجة، اصبري عليها عشان تضمني نجاحها. لكن لو استعجلتي وعملتي على تاني مرة على السخن اعرفي ان الطاسة التانية او الدور التاني ده هيطلع فاشل. زي ما انتوا شايفين اهو اللون بدأ ياخد اللون الذهبي الجميل اهو، كمان سن عليه وهشيله واحطه على طول على الشربات اهو. انا نقلت شيلته من الزيت وحطيته في الشربات، وانا عايزاه يشرب من الشربات شويه، فهسيبه يعني سيكه كده يعني شويه صغننين كده وهشيله. ادي بلح الشام اهو زي ما انتوا شايفين بعد ما طلعته من الشربات، هو لسه سخن جدا اهو، ويعني قصدي ان بيقرمش جدا ومستوي من جوه اهو زي ما انتوا شايفين، عشان انا مسوياه زي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، ومستوى الافضل ان انت ما تعليش النار عليه جامد كده تمام قوي. ودي تعتبر نص الكميه لان انا مستنيه الزيت لما يبرد وبعدين احط اشكل الباقي عليه. وطبعا زي ما انتم شايفين ممكن حد يقول ان البلح الشام بتاعك رفيع، لا هو بيبقى بيختلف الحجم، البلبله فيه بلبله بيبقى تطلع البلح الشام تخين وغليظ، وفي تطلع على البلبله بتاعتي مطلعاه الحجم رفيع ده. وهو كده تمام قوي، وان شاء الله ينول اعجابكم وتعملوه وتنفذوه لاولادكم وتفرحوا اولادكم بيه. والكل يفرح ان انت بتعملي حاجتك في بيتك، وانت نفسك لما تعملي حاجتك في بيتك هتفرحي اصلا، يعني حاجه جميله لما اعمل حاجه بايديا. بتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وبرجاء الاشتراك في قناه بكل صوره وبساطه، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا كومنت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.